مجيء خميني في إيران في البداية كانت أشبه بخديعة أن هذا للإسلام، ولهذا فرح المسلمون في العالم أن يعود الإسلام، سواء كان عن طريق إيران ولا عن طريق أي بلد من البلدان. لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن المسألة تتعلق بفارس، وتتعلق بإمبراطورية فارس، وتتعلق بقسمة المسلمين. وهنا يعني العاطفة زالت خلال سنة أو سنتين عن الثورة، وخاصة بعدما أعلن الخميني عن تصدير الثورة، لأن هذا النظام يقوم على العنصرية العرقية. ونشاهد إحنا بين فترة وفترة الحديث عن خليج عربي ولا خليج فارسي، ولو كانت دولة إسلامية لا يهمها. وأنا طرحت على كروبي، كان رئيس مجلس الشورى الإيراني، قلت له ما رأيك أن نلغي الخليج العربي والخليج الفارسي ونسميه الخليج الإسلامي؟ فطبعا يعني قال هذه فكرة ما خطرت على بالنا. طبعا أنا أعتقد أنها خاطرة على بالهم، لكن أحمد نجاد كان بيقول من يقول خليج عربي يجب قطع لسانه. نظام ولاية الفقيه أو نظام الملالي يتبادلون الأدوار، يعني واحد يبتسم ومن تحت الطاولة يؤذيك، وشخص آخر يعلن بأنياب واضحة كما هو الرئيس الحالي كما هو الرئيس السابق. خاتمي كان بهدف إعطاء صورة لأنه الرجل جميل وابتسامته جميلة، ولكن السياسة هي ما تغير أي شيء. يعني محمد خاتمي وزير الثقافة السابق والرئيس السابق لإيران تقصد؟ نعم، يعني هذا رجل محترم في الشكل وفي التعامل وفي الألفاظ، ولكن هو لا يملك إيران يملكها المرشد، وقد يقول الرئيس كلاما ثم المرشد يلغيه. فيعني هم يتبادلون الأدوار والهدف واحد، يحلمون بإمبراطورية فارس، ولكن هذا طبعا الزمن لا يعود إلى الوراء.